داخل الحزب الوطني الديمقراطي لم أسمع اليوم النسي هذا واحد قال نخرجوا من الجبهة الشعبية. فماش ثم تقديرات نجم تكون متبينة شوية في علاقتنا بالجبهة الشعبية، أما وجودنا داخل الجبهة الشعبية، حزب الوطني الديمقراطي الموحد يعتبر أنه هو من الأحزاب الأساسية البانية لهذه الجبهة ويدفع فيها وقت ودفع فيها عرق ودفع فيها دما، هو دم أمين العام الشهيد شكري بلاي. وبهذا المعنى المقولة هذه مش صحيحة، يعني ساعة ما فماش حاجة اسمها شق فلان وشق فلتان. نحن أفراد موجودين داخل الحزب، عندنا علاقات سياسية رفاقية وعندنا علاقات صداقة كبيرة برشا تمتد إلى عقود من الزمن تسمح بأنه العلاقات بيناتنا تكون سلسة وسهلة وبسيطة وصريحة وتخلينا نحسم خلافاتنا بشكل معناها بسيط مش معقد وما عندناش خلافات كبيرة كبيرة فيما يتعلق بالجبهة الشعبية. سنأتي على الخلافات لحظة برك لحظة برك وما قيل حول الخلافات مع الجبهة الشعبية الأخيرة. أنا نأكد لك اللي من يمثلون الحزب داخل الجبهة الشعبية قالوا أكثر من 100 مرة مما قيل في الإعلام. Your mother.